معانا على التليفون الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أستاذ عثمان أهلا بك معانا يا فندم. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني موضوع مهم بيفكرنا بمؤتمر دول الجوار اللي تم في يوليو العام الماضي. إحنا النهاردة بنتكلم حوالي 17 شهر من المعاناة السودانية. كيف تابعت اليوم الاجتماع السوداني داخل القاهرة والدور المصري فيما يتعلق بتعزيز مصالح الأشقاء السودانيين؟ نعم، يعني الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية صباح هذا اليوم واستمر حتى وقت متأخر، هو لأول مرة يحدث بين هذه الكتل السودانية، الأحزاب والشخصيات السودانية التي اجتمعت. وربما ذلك واحد من أسباب الأزمة. خلال السنوات الماضية كانت هناك قطيعة كاملة بين هذه المكونات والشخصيات السياسية والمدنية، وهو ربما الذي فاقم من الوضع. الآن بمجرد نجاح القاهرة في أن تجمع هذه الشخصيات وهذه المكونات الحزبية في مكان واحد، هذا النصر المبكر قبل بداية الاجتماعات، ومبشر إن شاء الله. نعم، وعمليا يعني كأنما قطعنا 50% من المسافة للوصول إلى توافق. جميل. والذي شاهدته من داخل القاعة، كان هناك فعلا نوع من الارتياح لدى هذه القوة كأنها قادرة الآن على العبور إلى الضفة الأخرى وإنهاء هذه القطيعة. الإشارة التي وردت من السيد وزير الخارجية، سفير بدر عبد العاطي، كانت مهمة جدا، أن هنا الحوار سوداني سوداني. صحيح مصر هي التي يسرت اللقاء والتي هي استطاعت أن تجمع كل هذه الأطراف، لكن في النهاية تتركهم هم ليستنبطوا الحل، وليس هناك أي طروحة مقدمة للأطراف. وشهدنا ذلك فعلا في الاجتماعات، يعني لم يكن هناك أي طرح مقدم لهذه القوى، فقط هي عليها أن تصل إلى ما يمكن أن يلبي رغبات كل السودانيين، وهذا في حد ذاته يجعل هذه القوى يعني قادرة على استخدام إرادتها الذاتية في الوصول إلى سلام. وأعتقد أنها وهي تنظر إلى السودان وحال السودانيين الآن بعد أكثر من عام من الحرب والدمار الذي حدث والآلام والمعاناة الإنسانية، بالتأكيد ستستلهم من هذا الواقع الحل الذي أتوقع إن لم يتم التوافق عليه بصورة كاملة في هذه الجلسات سيكون قريبا، لأن هذه الجلسات هي ليست مخصصة للوصول إلى اتفاقات نهائية، يعني وثيقة اتفاق، هي فقط للتحضير للوصول إلى هذا الأمر، بمعنى وضع خارطة الطريق يمكن في النهاية تفضي الوصول إلى حل. وأنا أعتقد تجزئة المسألة بهذا الشكل هي صورة عملية جدا، لأن التفاصيل أحيانا والغرق في التفاصيل من الخطوة الأولى قد يتسبب في انتكاسة وعدم القدرة على الوصول إلى اتفاق. لكن عندما يكون هناك خطوط عريضة يتم التوافق عليها، من الممكن بعد ذلك تعظيم التفاصيل بصورة تدريجية إلى حين الوصول إلى اتفاق كامل. هو خليني أقف عند الجملة اللي حضرتك قلتها في الأول، هو نصر مبكر أن كل الأطراف دي تجتمع، وأعتقد أن ده يعني بناء على ثقة كل الأطراف في الرؤية المصرية. يعني أنا أعتقد من الأشياء المثيرة للدهشة فعلا، الذين كانوا في تلك القاعة يعني هم نقيض فكري، نقيض سياسي، متباعد جدا، لكن القاسم المشترك بينهم علاقتهم المميزة وقريبة من مصر، بمعنى أن مصر هي في منتصف المسافة من الجميع، كل الموجودين تحت القاع على تناقض فكرهم السياسي وعلى تناقض آرائهم والرؤى التي طرحت، لكنهم جميعا على مسافة واحدة من مصر. وأنا أعتقد ذلك كان هو سبب النجاح، لأن مجرد الاستجابة لهذه الدعوة كانت هناك شكوك كثيرة أنها لن تتم. الآن واضح تماما أن ذلك يتحقق، وأن المتبقي للوصول يعني التوافق حول القضايا الأساسية أعتقد قليل جدا، ونتوقع أن من القوى السودانية أن يعني تستفيد من هذه الفرصة، لأنها لو أضاعت هذه الفرصة ستكون هناك مشكلة حقيقية تواجه الشعب السوداني. طيب خلينا نقف عند المناخ العام، يعني مصر كانت حريصة لتهيئة مناخ عام لكل الأطراف السودانية أن هي تخرج بشكل إيجابي برؤية لخروج السودان من الأزمة دي. المناخ كان عامل إزاي؟ هل إحنا ممكن البناء على ما تم اليوم لمؤتمر بعد كده، مؤتمر دستوري شامل؟ نعم، يعني هو المناخ كان إيجابي جدا، بمعنى أن الجميع ينظر فقط في اتجاه الوصول إلى اتفاق. صحيح يعني بصورة صريحة
البعض كان يحمل بعض الحمولات الثقيله تجاه الطرف الاخر، وهذا ده امر طبيعي وصحي كمان، وصحي على فكره في مؤتمرات من مثل هذا النوع. لكنه في النهايه موجود في نفس القاعه مع الطرف الاخر بالزبط. ويعني وفي النهايه الجميع يبحث في موضوع واحد، فهذا انا اعتقد وضع عملي جدا يتجاوز الغبن الشخصي والغبن السياسي، ويمكن ان يضع الجميع في الاتفاق في اتجاه الاتفاق. لكن طبعا يعني هناك بعض القضايا هي اللي حسن الحظ المساله كانت مرتبه بصوره جيده جدا في ثلاثه الحمد لله في مسار انساني يبحث القضايا الانسانيه مثل في الشعب السوداني الان، هناك مسار اطلق عليه مسار وقف الحرب بمعنى الذي يبحث في التفاصيل الاجرائيه لامكانيه الوصول الى اعلان وقف اطلاق النار، والمسار الثالث وانا في تقديري هو الاهم، وتاخر هذا المسار طوال المبادرات التي جاءت من مختلف الدول مختلف المؤسسات الدوليه هو الذي اطال عمر الحرب، هو المسار السياسي، لان المسار السياسي يبحث في مستقبل السودان ما بعد الحرب. وانا اعتقد ان هذا المسار اهميته ان الحرب الدائره الان هي حرب سياسيه بامتياز، يعني الرايات المرفوعه فوق سنه الرماح هي رايات سياسيه تتحدث عن اجنده سياسيه، لابد ان يكون مدخل للحل من ذات الطريق بذات الفهم السياسي الذي انتج هذه الحرب. المسار السادس في تقديري هو المسار الاهم لانه المسار السياسي اللي هو كان سبب في اصلا اندلاع الحرب، لكن لان الكثيرين تحدثوا عن ان المسار اللي هو وقف اطلاق النار في البدايه يكون هو الاساس، لكن حضرتك بتقول ان نعالج المشكله من جذورها، ده هيكون افضل فيما ينعكس بعد كده على مساله وقف القتال والمبادرات الانسانيه ومساعده اشقائنا السودانيين. انا بشكرك جدا الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، ونتمنى طبعا لكل الأطراف السودانية التوفيق في هذا الطريق اللي هو يعني بيبدأ النهاردة من القاهرة، وزي ما قال ضيفنا الكريم إن هو يعتبر نصر مبكر وإن شاء الله يكون مبشر بانفراجة قريبة للأزمة السودانية اللي دخلت في شهرها 17 النهاردة.